سواء تعلق الامر بماء الشرب والكهرباء والطرق الحراريه والمرافق التربويه والصوصيه التربويه بهذا العالم. وبالنسبه لان اريد اشير الى اهم المشاريع، اهم المشاريع حاليا الجامعه في صدد مناقشتها، ولا هو تصميم الهيئه، تصميم الهيئه لانه في الحقيقه هو المفتاح لكثير من المشاكل التي تعاني منها الجامعه، خصوصا المشكل يتعلق بالامر وهو يعني وهو الدعم المالي، الدعم المالي لان اي مشروع، مشروع اما العقار واما المبلغ المالي لانجاز هذه المشاريع. وتصميم التهيئه سيوفر للجامعه يعني المداخل الذاتيه. بالنسبه لجامعه البعك هي جامعه فقيره ما عندهاش موارد، ولكن تصميم التهيئه انه اولا كاين ضرائب على عمليه البناء، كاين ضرائب المتعلقه بضريبه النظافه. حاليا الجامعه تقدم بالنسبه لجمع النفايات يعني بالمجان، ولكن الحقيقة هو بمقابل. حاليا 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 أنا تقطع أشواط مهمة باقي ربما 3 أشهر مع شروط كذا، ربما خلال هذه السنة أنه التصميم غادي يتصدر. كان وقع تعثر يعني تعثر في الحقيقة الجماعة، احنا يعني لسنا بمسؤولين وربما الجهات الله أعلم، لأنه كان شهر 11/2018 كان غادي ينتشر في الجريدة الرسمية، وقعت يعني اخطاء ربما الله اعلم يعني المتسبب فيها يعني. بالاضافه علاش دابا قسمت هي يعني بالنسبه للسيد الرئيس تطرق الى مجموعه من المشاريع، ولكن في الحقيقه احنا نسمع بالنسبه للساكنه التي تسكن يعني في الاحياء. جامعه بوعك فيها ضواوين وفيها احياء، الاحياء من دوار جهه الله الى حدود دوار المغربة هي عبارة عن مجموعة من الأحياء متلاصقة فيها مشاكل، خصوصا المشاكل المتعلقة يعني بالهيئة يعني بالنسبة خصوصا بالنسبة المشاريع الطرق المنجزة حاليا غالبا عندها طابع قروي، ولكن دابا الناس اللي ساكنين في الحجة ولا في بوهلوة ولا في دوار الليل ولا في توريد بوستة ولا في رجب الله ولا في توريد بوشت ولا في الجمال اخوان دخلت واش ديال الهدوء باش تفهموا واش كيقول احنا ما استفدناش. ولكن دابا بالنسبه احنا هذا الموضوع ناقشنا مع السيد العامل على اساس انه هذه الاحياء ما استفدناش يعني من هذه البرامج. صار نكون واقعيين يعني، انا في اخر يعني في اخر لقاء قلت للسيد العامل يعني هذه البرامج ولا المشاريع التنمويه الاحياء ما استفدوش خصوصا الاحياء قلنا من شريط البوري من رجب الله الى حدود الغيبه، يعني المشاريع اللي غادي تستفد الاحياء خصوصا دابا بالنسبه كنشوفوا يعني ملي كندوزوا في الاحياء يعني في صراحه في حال مرتفعه. ولكن بالنسبه للجامعه حاليا ما عندناش وثيقه التعبير يعني بالنسبه يعني الهيكله مرتبطه بقسم الهيئه. حاليا لا الجامعه ما عندناش المركز المحدد علاش؟ لان خصوصا دابا غادي نشير واحد المشكل وهو التقسيم الاداري ديال 2009 هو اللي حرم الجامعه من مجموعه يعني من البرامج، يعني اول حرم الجامعه من سميتو من المركز المحدد وهو تويما كان هو المركز المحدد جامعه بوعاد. في الثاني في التقسيم الاداري رجع المركز البلديه الناظور سمحت الجامعه بدون مركز يعني الوعاء الضريبي ما كانش. حتى بالنسبه غادي نشير واحد وهو انه حرم قلنا الاخوان الموارد الذاتيه بالنسبه للتقسيم الموقع ما بين جامعه سلوان وجامعه بوعاد، وهذا التقسيم حرم جامعه بوعاد من مجموعه من الوحدات الصناعيه كانت غادي توفر المبالغ الماليه ربما غادي تكون 450 مليون. الشريط الواقع ما بين ديك الربوة من بعد إلى حدود مدخل العويق راه كان التقسيم وقع ما بين سلوان وما بعد ما بين سلوان وجمعة بوعاد. هذا التقسيم هذا رجع هذا الشريط اللي فيه مجموعة من الوحدات الصناعية رجعها للعويق، جا العويق سد
سد من البلد، ولكن اعطوا الاحياء اللي فيها مشاكل اعطوها المعالج. هذا هو لان مشروع السكينه اختار واحد من منين جا المشكل. حاليا بالنسبه للجماعه ما عندناش الحق حاليا نتعاملوا مع وزاره السكنه والتعمير بالنسبه باش ترافع امام هذه الوزاره باش يقولوا اش يدير واضحه. يقول لك ما عندناش العلاقه معاك، انت لا عندك العلاقه مع تنميه قرويه. تنميه قرويه ما كاديرش التطهير، ما كاديرش تشفير الاحياء. خص الاخوان يفهموا هذه النقطه. دابا ان شاء الله دابا حاليا علاش تسميت هي راه في اخر المراحل ديالو. وبالنسبه تسليم الهيكله راه درنا حاليا درنا جوج اجتماعات. الاجتماع الاول هو طلعونا بالنسبه للوكاله الحضاريه طلعونا على الاحياء، ولكن وقت درناه ربما في 2017 لقينا فقط كان ربما مجلس السابق طارح بعض الاحياء، وهو طارح الجماش الجنوبيه بدون الجماش الشماليه والموردين وبونجاي وجزء من بونجاي ليس كل بونجاي وبهروة الجديد. ما كانش دوار، ما كانش رجال الله، ما كانش توريد والشن والاحياء المناصفه لها، ما كانش الحجه اهم واكبر الاحياء ربما على الصعيد الاقليمي، ما كانش توريد بوستا الغربيه الا وهو الحجه الثانيه حاليا، ولا حتى مهروه. بالنسبه وخا كتشوفوا الاخوان بالنسبه لذاك الطريق ديال اول طريق يعني في المنطقه ديال بوعك هو طريق مهروه، ولكن كاين الحي فيه مشاكل حاليا، كاين حمل، كاين موالي، كاين الجماش، كاين الشخير، كاين الغريبه هي عين اللي يقولوا الغريبه هو الطوار، ولكن هو عباره عن مجموعه من الاحياء، هذه الاحياء عندها مشاكل. دابا حاليا قلنا بانه بدات تسمح بدات الاجتماع تفضلنا بانه وجدنا خص ضروري ندخلوا جميع الاحياء المتواجده في الشريط من رجب الله الى العلوي. الاجتماع الثاني دخلوا هذه الاحياء كان جميع الاحياء باستثناء الاحياء اللي مازال متعاونيه يعني مجاوره مثلا وسقات. الاجتماع الثالث صارتنا او يعني اعطينا تصور ديال الجماعه، الاحياء كيفاش غادي تروح خصوصا المشاريع التنمويه المرتبطه بتسميم الهيكل. والحقيقه بالنسبه للحيطه احنا حاليا هنا كاين غادي يدار جوج خزانات. الخزان الاول غادي يدار في منطقه الكوبراوا في جبل بونجايي على اساس انه غادي يدير تقويه ديال الحشا، لان الحشا ما كيوصلهمش ربما كيوصل مع يعني في الليل ولا مع الفجر. كاين مناطق بوراو وبونجاي في الدول المستعمريه حاليا ما كيوصلوش بالنهار تقويه. ثم غيديروا الشطر الثاني في حدا ديال المغربه على اساس انه غادي يوسع الاحياء والطواوير اللي ما استفدوش. وبالنسبه يعني هذه هي إذا شكرا للإخوة أعضاء المكتب سي محمد سي عبد الرحمن سي مدير على هذه الإضافات القيمة والمهمة. والآن غادي ندوزو نفتحو نعطيو الكلمة للقاعة، غادي نعطيو الكلمة للقاعة للإخوة والأخوات اللي غادي ياخذوا الكلمة. غادي نديرو الملحة أوليا حوالي 10 ولا 5 فوقاش ما درنا 5 نجاوبوا مع المنتخب الاخرى اللي حتى هي باش ما نكرروش نفس الاسئله. احنا هذا اللقاء هذا ديالو كما اشاروا الاخوان كيما شفت انه هذا اللي هو اسمعوا لي اسمعوا لكم. بغينا نقاش مباشر صريح واضح مسؤول كذلك. بغينا الاقتراحات والمداخلات اللي غادي تساهم في اعطاء اقتراحات وحلول والتعبير عن الانشغالات والمشاكل دون خلفيات سياسيه، لان ما نديرو بشي نقاش خارج عن الاطار ديالو. النقاش اللي بينا هو الذي غيساهم في تجويد الاداء.
لأننا نؤمن لأن المواطن عنده مجموعة من الاقتراحات ومجموعة من التصورات يمكن أن تساهم في تجويد الأداء وإنجاح العمل الذي نقوم به. غادي نفتح اللائحة وغادي نعطيو جوج دقائق لكل متدخل. جوج دقائق لكل متدخل. غادي نفتح اللائحة. شكون اللي غادي يدخل؟ اسم؟ حسن. ها؟ عبد الكريم حسن. حسن. أنت حسن. حسن وحسن. مش مسلم غير هذا. الميكرو. اسم؟ يونس.